السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا ياسمين، ودلوقتي هوريكم ازاي تعملوا سموذي في البيت صحي جدا ولذيذ. عندنا هنا شوية سبانخ مغسولين وشوفان الحبة الكبيرة، عندنا عسل، وعندنا هنا فاكهة بس فروزن يعني مثلجة، وعندنا موزتين ولبن. اللبن ده لبن نباتي، لبن الكاجو ده لبن نباتي، بس ممكن تستخدمه اللبن العادي. هنا بحط السبانخ، طبعا السبانخ فايدتها عالية جدا والشوفان فايدته عالية جدا، بس مش هتحسوا لا بطعم لا الشوفان ولا السبانخ خالص، بس طبعا ده حاجة كويسة جدا ان انتوا تخفوا للأولاد خضار جوه العصير بتاعهم. دلوقتي حطيت هنا ده فواكه مثلجة، عبارة عن باريز، اسمهم ايه بقى، هحاول اجيبهم بالعربي، فراولة ورازبري، مش عارف، اعتقد اسمه رازبري بالعربي برضو. هو كلها حاجات زي التوت، التوت البري، وده الموز. الموز طبعا بيديله طعم حلو وبيديله بيسكره شوية. والحاجة التانية ان الفاكهة المجمدة دي او المثلجة دي بتخلي العصير ساقع وتقيل، فدي يعني تريك حلو جدا. يعني حتى انتوا لو جبتوا فواكه في البيت وحاسين انها هتبوظ، قطعوها حطوها في الفريزر في اكياس وبعدين استخدموها في السموذي. وبنشغل الخلاط كده، وبعدين بنضيف العسل. عسل النحل برضو كويس جدا، بس تأكدوا من مصدره يكون عسل نحل طبيعي 100%. وممكن كمان للتحلية تحطوا تمر رطب اللي هو اللي بيبقى الطري برضو ده، ومش هتحسوا بطعمه خالص، بس هيحلي اهو زي ما انتوا شايفينه كده، طعمه جميل جدا وبيبقى تقيل، ولو الجو حر بقى مش قادره اقول لكم رائع ازاي، وبيشبع. يعني ده ممكن الفطار الصبح تاخدوا واحد كده كبير وتشربوه، يعني مشبع جدا. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، واشوفكم مرة تانية ان شاء الله.